حشود غفيرة من المواطنين من مختلف ربوع الوطن يشاركوا في تشييع جثمان المغدور الأستاذ جمال الدين شاوي بمقبرة السبت. إن لله وإن إليه راجعون. ربنا يرحمه يا رب ويصبر زوي إن شاء الله عزاؤنا للشعب الجزائري. هترككم مع باقي المقاطع، فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. Ha fatto così che ho detto che ti prego di andare. Ho finito.